نصف مليون مستوطن يسكنون في 203 مستوطنات موزعة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 بطريقة غاية في الدقة والتصميم. فتوزيع المستوطنات بهذه الطريقة يوفر أقصى قدرة على التحكم والسيطرة على الشوارع الرئيسة والفرعية والقدرة على استخراج المياه والأحجار الثمينة وأي ثروات طبيعية أخرى في الأراضي المحتلة. والمستوطنون في بلادنا ليسوا مجرد مدنيين أو عاطلين عن العمل أو متعصبين دينياً وقومياً، وهم كذلك بالطبع، ولكنهم جنود أيضاً يخدمون قلب المشروع الصهيوني وسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 67. المستوطنون جنود بملابس مدنية، ولأنهم كذلك فهم يحظون بكل الخدمات والمغريات التي تدفعهم إلى قبول الظروف القاسية والمخاطر العالية. إن هذا الوضع ينفي عن هؤلاء ادعاءات انتمائهم الحزبي وتشددهم العقائدي، فهم مجرد موظفون في مشروع استعماري كبير. بدأت الحركة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السنة الأولى للاحتلال، ثم اشتدت وتعمقت في أوائل السبعينيات بقيادة حركة جوش إيمونيم المتطرفة دينياً وقومياً، وانتقلت مطالب المستوطنين من الهامش إلى أن تكون في مركز السياسات الحكومية منذ التسعينيات حتى يومنا هذا، إذ أصبح الاستيطان هو برنامج الحكومات الإسرائيلية وليس جماعات هامشية خارج الكنيست. احنا ساكنين من سنة 80، كانت مستعمرة بيت إيل لسه مش موجودة والله، كانت لعند المدبغ عند حدود البلدية البير الأغاد عند اللي بنسميها منطقة البستان، كانت آخر المنطقة عندهم. بعدين صار الامتداد لما وصلوا لهنا وصار ينزلوا وصار أوطى منا دورها. ألا بدا يكونها مش بدا يكوناش، يعني الحركة السيارات الدور الملتف زي ما انتم شايفين كل الامور هذه بتصير بينه وبينهم. هلا عاملين هم بالشيك اللي ورانا كلياته، هذا الشيء كله ضحك على الحياة يعني زي ما بقولوا، لانه هذا الشيك اللي ورانا كلياته مجسات وكاميرات وفي موجود عندنا ضوء. وهي هاي البيت تاع الشمر، هذا البيت تاع الشمر شايف عادي بينزلوا وبحركوا قدام عينه، بينزلوا من المدرسه الدينيه من هان بينزلوا بنسوي بدهم. هاي الملتف موجود، هاي خبطونا اخر مره بتطلع بتحكي مع الشمر عندهم كل هاي. شوف مش انت بتصور فيه كاميرات شايفتني ورا كاميرات المستوطنة كاملة، شايف شو بتساوي انتو هاد، فاهم علي كيف؟ بيجي بيجيب لك كل خريطك كل امورها بقول لك انت بكيت في الساعة الفلانية موجود شايفني، بطلع بمسك الشيك عشان يجي بيجيني هنا بكل الحق عليك. طب يا عمي ما هو اللي خبط علي، يعني اذا كان غريمك القاضي لم تشكي كذا مرة يحركوا ترك، حركوا تركين لجارنان وشايفينهم، وجبنا الكاميرا جبنا التسجيل بعد ما حركوا بتحكي عن 2 مليون شيكل مسكين تركات جديدة حركوا له اياهن بعد ما حركوا التركين هذولا عاد اجوا كانوا مش منا. طب يا عمي حاطين له تدفيع الثمن وكتب عليهم خط وحركوا سيارة جاري باب داري هان حطوا وابكة حطتها هوتو، والجار الثاني نفس الفكرة ونمسكهم مسك اليد. آخر مرة مسكناهم في الواد شباب طلعوا من الجلزون وإحنا من هان، اللي بنزل من هنا نقدر نمسكه. حشرناهم تحت اللي حماهم الجيش على 3 الصبح كنا غزت دخنا يا رجل، فاهم عليك؟ فهذه الأحداث كل مرة بنحكي موثق
عنا تصويراتنا، عنا توثيقاتنا، كلياتها موجودة. في الآخر أنت بتحارب في عدو مستوطن حاقد، هذا المستوطن الحاقد بهم يطلعك، بس لا ما فشل يطلعني لأن أنا كبير، وفي الآخر هيني هندو يقتلني الله يسهلك كلنا ميتين. من أول ما سكنت في الدار وأنا وياهم زي ما أنت شايف بقى طحول السعيرات بقى زمان هذا الشيك مفتوح وطحول باب الدار وقطات قطات يجيبوا مدارس فهموهم إنه يقعدوا لي هنا هان هان قعدوا لي بكاش فيه كان قعدوا لي كلوا له أنت أردنية روح عند الملك حسين. طب أنت منين جيت؟ أنت لقيت منين جيت؟ كل جيت من أمريكا. طب روح على أمريكا. ردوا رجعوا لي قالوا لي أنت أصلك سعودي. يلا روحوا على السعودية. طب الله يقطعكم روحوا أنتوا. ليش؟ أنا أكلت لأن بدوي وأنا أصلي عربي وفلسطيني، بس أنا فلسطيني مش سعودي، هذه بلدي. أنت انكلبت. أنا بقول لليهود يسمعوني وتسمعني العالم، الكاميرات من فوق وطول اللي بحركم يجيبوهم يعتقلوهم ويسووا فيهم زي ما بيسووا فولادنا، بعدين هم بيربوا ملتوف، احنا بدنا نرحل؟ احنا بدنا نرحل من شوية لقايط؟ والله فشروا، والله فشروا. هذه بلادنا، هذا الخفافيش بيطلعوش الا في الليل، هذا الخفافيش، تعرف شو الخفافيش؟ بيعرفوش النهار هذول في الليل، هذول لما بدهم يسرقوا ولا بدهم يحرقوا بيجوا في الليل. إن مجرد إقامة مستوطن على أراضي المواطنين في أي محافظة من محافظات الوطن يعني ببساطة تغيراً جذرياً في حياة أهل القرية أو المدينة القريبة، فالمستوطنة ليست مجرد بيوتها وشوارعها ودوريات حمايتها وأبراجها وسياجها وطرقها الالتفافية، إنها كل ذلك بالإضافة إلى أنها تخلق فضاءً معادياً تماماً، فكل الأراضي ستصبح مهددة بالمصادرة، وكل فلسطيني يقترب منها أكان فلاحاً يزرع حقله أو راعياً يهتم بقطيعه قد يلقى حتفه برصاصة مقصودة من بندقية لا أحد يحاسبها أو حتى يشجبها. المستوطنة ليست صديقة وليست محايدة، بل هي عدائية جداً، فظة وقاسية، فهي تغتصب الأرض، تعادي الإنسان، تغير شكل المكان، تفرض شروطها القاسية على الشجر والحجر، تحتل بهندستها الاستعمارية قمم الجبال، وتخلق علاقات جديدة تجعل المواطنين أمامها يفقدون زمام المبادرة. قبل ما تخلق دولة إسرائيل اليهود كيف فكروا بالاستيطان؟ يعني بداية لم تكن موجودة دولة إسرائيل في العالم من القرن 18 وقبل المؤتمر الصهيوني الأول. هرتزل في مذكراته يقول أنه عشان بسط السلطة وقيام الدولة تاعتنا يجب الاستيلاء على الأرض وإخراج شعبها منها. نابليون بونابرت لما طرح أول فكرة في أثناء احتلاله لمصر كان بيتحدث عن دولة إسرائيلية أو دولة يهودية، وبالتالي هذا قديم وليس جديد. وحتى تقييم دولتك فأنت بحاجة إلى أرض، وبدون الأرض لا تستطيع أن تقيم الدولة. وبالتالي كان حلم الصهيونيين الأوائل هو إقامة دولة إسرائيل أو دولة اليهود كما يسموها في أرض الميعاد على أرض فلسطينية. هذه الأرض يطرد الشعب منها ويقولوا أن الشعب بلا يعني أرض بلا شعب. وهان بدأت الفكرة، وبالتالي عملية الاستيطان مرت بعدد من المراحل، 5 أو 6 مراحل مرت فيها الاستيطان بتحدث عنها الباحثين وتطوراتها. بدأت من بعد انهيار الدولة العثمانية وحتى اليوم الرؤية الاستراتيجية لإسرائيل بعد قيام الدولة وقيام قيام الدولة وكل الأحزاب الإسرائيلية تجمع بأنه الاستيطان هو عامل مهم جدا. اعتداءات المستوطنين على المواطنين وعلى ممتلكاتهم ليست عفوية ولا يقوم بها أفراد أو جماعات منعزلة، فهي اعتداءات منظمة وموزع على المناطق وذات أهداف محددة، الأمر الذي يدفع إلى القول إن الأدوار تتكامل بين السياسات الرسمية والأفعال التي تبدو كأنها ردات فعل غاضبة. تعدد أشكال الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، فهؤلاء المستوطنون المدججون بالسلاح
والمحميون من قبل جنود الاحتلال قاموا ويقومون حتى الآن بمهاجمة مساجد الفلسطينيين وكنائسهم حرقاً أو تلويثاً أو تخريباً. وقد فعل المستوطنون ذلك بأكثر من 17 مسجداً وكنيسة في مختلف محافظات الوطن، هذا بالإضافة إلى تخريب وتدمير مقابر ومعالم أثرية أخرى. إن الحماية التي يوفرها المحتل لأفعال المستوطنين جعلتهم يتمادون في ذلك إلى درجة أنهم يشكلون جماعات يطلقون عليها أسماء مثل تدفيع الثمن أو شبيبة التلال، وهي جماعات ليست سرية ولكن سلطات الاحتلال تدعي أنها لا تعرفهم ولا تستطيع اعتقالهم. أما ذروة الاعتداءات وأشهرها فتلك التي نفذها جولدشتاين في المسجد الإبراهيمي بحق المصلين صبيحة أحد أيام رمضان المبارك من عام 92، وراح ضحية هذا العمل الإجرامي 28 مواطناً غير الجرحى الذين تجاوزوا 40 جريحاً. أما في صيف عام 2014 فقد أقدم مستوطنون على اختطاف الطفل محمد خضير ومن ثم حرقه حياً، وقد أشعل هذا العمل الهمجي انتفاضة مقدسية استمرت طويلاً. اعتداءات المستوطنين على دماء الفلسطينيين تتكرر من خلال عمليات الدهس المقصودة وإطلاق النار العشوائي وغير ذلك من أمور، فدم الفلسطيني رخيص جداً إلى درجة أن المحاكم الإسرائيلية تحكم إما بالبراءة أو مجرد التوبيخ على المستوطن الذي قتل فلسطينياً. جولدشتاين ارتكب أكبر مجزرة في الحرم الإبراهيمي ولم يعالج هذا القضية، بالعكس قسموا الحرم الإبراهيمي، اللي خطفوا الطفل محمد خضير وحرقوا حرق في القدس، وبالتالي المستوطنين أصبحوا بيشكلوا خطر على حياتنا، حياتنا المادية جسديا، مش بس خطر على الأرض الموجود. أنا وأنا براجع في مذكرات بعض الناس الموجودين، رئيس بنسميه إحنا حقوق الإنسان في الكنيسة الإسرائيلية كان بيتحدث يجب على إسرائيل أن تعتمد المستوطنين كجزء من منظومة الأمن الإسرائيلي مثل الشباك. شوف المخاطر كيف تراها إسرائيل بالنسبة لهم، كيف يروا يعني رؤيتهم كيف للاستيطان. حين بدأ الاستيطان وتجمعات الإسرائيليين أو اليهود في البدايات كانوا يدوروا على مناطق محددة جغرافية، ساهم في ذلك بريطانيا، بريطانيا أثناء الانتداب بريطانيا ساهمت في ذلك، أعطتهم كل الإمكانيات، ولكن دخلوا بفكر وأيديولوجيا مقبولة على المجتمع الدولي، نظام الكيبوتسات. الكيبوتسات كانت مقبولة كأنه نظام اشتراكي. أول من قام فيه حزب العمل، مش الليكود، مش المتطرفين، مش اليمين، اليسار الإسرائيلي قام فيه. ولو رجعنا بالتاريخ الدولة الإسرائيلية سنجد حزب العمل واليسار لا يختلف كثيرا عن اليمين في رؤيتهم نحو الاستيطان. قريب جدا من مستوطنة فيزغوت، بين وبينها حوالي 100 متر أو 150 متر إكزاكي. هم أجوا من 72، كانوا معسكر جيش وكانوا يقعدوا 6 شهور ويطلعوا 6 شهور يطلعوا. في 76 في 76 أجوا استقروا وصاروا يعملوا كرفانات ويجوا مستوطنين. في الانتفاضة 87 كانت البداية المشاكل وكانت بداية الفوضى بالنسبة لهم، وكانوا أي شيء يقدروا يعملوا كانوا يقدروا يعملوا للسكان اللي
في داخل المنطقة. فالانتفاضة الثانية اللي في 2001 بلشت مشاكل أزود. صادروا أراضي لحوالي البيوت، صادروها كل مناطق عسكرية مغلقة، ممنوع البناء، ممنوع أي رخص للبناء، ممنوع أي واحد حتى صور ممنوع يبنوا إلا بدهم رخصة من بيت إيل. كانوا كتير يضايقوا الناس خاصة الأطفال يرعبوهم. فمن مدة سنتين وجاه تقريبا كانت أزود من السابق. بالنسبة للجيش، الجيش إذا أي ولد صفر أو ضرب أي حجر بنزلوا على داخل بيتي، من جوا البيت على حوالى البيت، اطلع مين بجوا، مين وين الأولاد اللي ضربوا، وهو فيش عندنا أولاد. أنا بالنسبة لي بيتي ما فيش الولد الكبير اللي عندي 12 سنة وفي المدرسة، البنات صغار، فيش يعني حد ضرب عليهم، وإنما اللي فوجهم بيجوا ادخل بيتك. قبل شي شهرين ثلاثة أنا نازل على العرس، مركوا من هون كانوا مولعين نار في المنطقة جنبنا لغاد، يعني حوالي دنمين لقدام، هم مولعينها على أساس تلك المنطقة مكشوفة من الحشائش، فجايين على أساس يراقبوا إن في أولاد جايين يضربوا أو إشي، وإحنا طالعين ادخل بيتك. أنا بيتي هذا، أنت بتقدرش تمنعني أطلع وأعبر، أنت اللي متعدي علينا وأنت الدخيل اللي علي، أنت ما بتقدرش تمنعني، ادخل بيتك ولا بقوصك. قلت له يعني إيش طبيعي عندكم، أنت بتقوصوا بدون يعني سبب وبدون أي إشي، مش يعني مش غريب عليكم، قوصني. كل سنة بالنسبة للحرائق كل سنة بحرقوا، بحسبوش حساب إن الشجرة زي روح الإنسان إن بربيها الواحد بضل يسكيها طول السنة وبقنب وبمشان تنتج وتعطي لصاحب البيت، فبهمهمش. قبل شي شهرين في شاب أجا حط علم فلسطين على البوابة، مسكوا العلم ولعوا النار فيه ورموا بالأرض اللي جنبنا، كانت الدنيا حر، كان في الحشاش ناشفة ولعت كل المنطقة. كل يوم تقريبا خاصة يوم السبت، يوم السبت بينزلوا إشي بيكون على فوق البرج المراقبة وإشي على البوابة، أي واحد بيضربوا حجار بحكوا له كلام بذيء. وبالنسبة للمضايقات للأطفال يا حرام صار يخافوا، بس واحد يقول هاي المستوطنين على البوابة يدخل جراي، يعني مش معطينهم حريتهم يلعبوا في البيت يعيشوا حياتهم يعيشوا أيامهم للطفولة، يدخلوا جراي جراي عقدوا الأطفال يتخبوا يا حرام، يقدروا يقولوا ماما ماما أجل جيش أجل المستوطنين، يعني حياتنا حياة تعيسة جدا في من 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 هالمستوطنة، يعني بأي طريقة بضايقوا على أساس إحنا نطلع نترك البيوت، وهم هذا مستحيل يطلع أي إنسان من هاي البيت، دول مش بني آدمين، هدول وحوش، هدول عصابات جايين من دول العالم بدهم يعملوا دولة على حساب الشعب الفلسطيني. الاعتداءات الأكثر إيلاما وإهانة هو ما تقوم به مجموعات استيطانية عديدة باقتحام المسجد الأقصى والتجول فيه وإقامة الصلوات في ساحاته وباحاته، مع ما يتخلل لذلك من حصار للمصلين وللدارسين في حلقات العلم أو ضربهم أو اعتقالهم أو تخويفهم. هذه الاقتحامات هي جزء من عملية كاملة لاختطاف المسجد الأقصى المبارك من خلال تطويقه بالكنس والبنايات الدينية أولاً، والحفر تحته ثانياً، واحتلاله ثالثاً، ومنع المواطنين من الوصول إليه رابعاً، وتحويله إلى مكان خطر بحيث تصبح الصلاة فيه مغامرة كبرى خامساً. ولا يكتفي المستوطنون بذلك، بل هم يغارون من حقول وأشجار الفلسطينيين ويغيرون عليها، فاعتداءات المستوطنين على الحقول وقطع الأشجار أو حرقها وإتلافها أو رشها بالمبيدات الضارة أصبحت أمراً روتينياً في كل محافظات الوطن،
فمنع المزارعين من قطف زيتونهم أو قطع أشجارهم في موسمها أو حرق حقول المنطقة أو قلع أشتال الكرمة أو تلويث الآبار هي ممارسات استيطانية رآها العالم كله، وهي تجري تحت سمع قوات الاحتلال التي تأتي عادة متأخرة، وإذا أتت فهي تحمي المستوطنين ولا شيء آخر. ليس من الاستثنائي أن يستيقظ أهالي قرية فلسطينية على أصوات جرافات المستوطنين المحمية من قوات الاحتلال، وهي تقوم بتوسيع حدود المستوطنة، الأمر الذي يعني مصادرة أرض جديدة على حساب القرية وأهلها. مصادرة الأرض قد تتم لأن مستوطناً أو أحدهم فقط قرر أن قطعة الأرض هذه جيدة، فينصب خيمة أو كرفاناً في وسطها، وفي أقل من يوم أو يومين تلحق به الطريق الالتفافي وخطوط الماء والهاتف والإنترنت، وفي أقل من أسبوع تحول الخيمة هذه إلى بؤرة استيطانية غير شرعية، ثم لا يمضي شهر واحد حتى تصبح شرعية تماما. هذا السيناريو على الرغم من أنه فانتازي تماما، إلا أنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة الموضوع الاستيطان يختلف كلياً عن موضوع اللاجئين، ومختلف كلياً عن موضوع القدس، ويختلف عن موضوع الحدود، لأنه كل هذا الموضوع واضح. ولكن الاستيطان متدحرج يومياً بيزداد، وبالتالي عن أي استيطان نتحدث؟ يوم عن 67، ما قبل 67 ما كانش استيطان في أراضينا في الضفة الغربية وقطاع غزة. غزة هلأ أقول انتهت فيها الاستيطان، وانتهت خرج اليهود أو الإسرائيليين من داخل غزة، وأصبحت غزة كأقليم محرر من الداخل. لكن الضفة عليها المشكلة. الضفة الغربية تعتبر في المجال الحيوي والأمن الإسرائيلي، لا تستطيع إسرائيل حسب فهمها أن تخرج من الضفة الغربية، ولا تستطيع أن توافق على قيام دولة بينها وبين الأردن. هذه الرؤية الإسرائيلية استراتيجية، لذلك الاستيطان هو أهم جزء في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. ساهمنا في تأسيس حركة البي دي اس منذ عام 2002، وبنفس الوقت الذي بدأ فيها عمل المقاومة الشعبية على الأرض. وحركة البي دي اس حركة أصبح لها بعد عالمي فظيع وممتاز، قويت في السنتين الأخيرتين بسبب حركات المقاطعة في الداخل. وحركة البي دي اس حركة أصلا يعني قيادتها فلسطينية من الداخل، ولكن لها امتدادات في كل العالم. وهذه الحركة الآن تلحق بإسرائيل خسارتين كبيرتين لا تستطيع أن تحتملهما. الخسارة الأولى الخسائر الاقتصادية، يقدر حجم خسائر إسرائيل خلال العام الماضي وحده ما بين 9 إلى 15 مليار دولار اقتصاديا. بس في خسارة أكبر، وهي أن إسرائيل خسرت خلال العام الماضي نصف الاستثمارات الأجنبية. المستوطنون في بلادنا الجنود بملابس مدنية، الذين يتحكمون في سياسات الحكومات الإسرائيلية، الذين يسممون حياتنا بكل شيء، يقطعون الشوارع، يحرقون الحقول والمساجد والبيوت، يغيرون المكان. إنما هم جزء من منظومة الاحتلال ليس إلا، ولأنهم كذلك فإن المستوطنات والمستوطنين الذين يشعرون ببعض الأمان النسبي فقد حولوا مستوطناتهم إلى استثمارات تدر الملايين على اقتصاد إسرائيل. فمستوطنات الغور الزراعية والصناعية والمستوطنات المقامة على أراضي محافظات طولكرم وسلفيت
هي مستوطنات صناعية بامتياز. المستوطنات خطر دائم على حياتنا، على مستقبل مشروعنا، وبالتالي الضفة الغربية عم تنهب ونحن نعالج قضايانا الصغيرة الداخلية.